هذا السجن مثل ما تلاحظون، شوف الأدوية اللي كان يستخدمها داعش الإرهابي كلها أدوية مهلوسة، حبوب مخدرة عثرت عليها الشرطة الاتحادية. هذا السجن محكم من الخارج بأشياء الحديد، محكم تحكيم يعني حصين جدا. هاي أحد الغرف المحاجر اللي يستخدمها داعش الإرهابي. هذه الكاميرات اللي كانوا يراقبون بها حركة المعتقل، هاي الكهرباء اللي كانوا يستخدمونها في التعذيب، إضافة إلى التعليق على هذه الكلبشات، تعليق المتهم هنا أو العفو المعتقل.